على الفراخ ما تتحمر رايح جاي عليها ما تقلقوش. تعالوا مع بعض نشوف مقادير التشيز كيك. مقادير بسيطه وسهله انا حابب اعمله دلوقتي علشان نحطه في الثلاجه يبدا يشد مع بعضه ونبدا نشتغل فيه. مقادير بسيطه وسهله. معانا كريم شانتيه، جيبوا لي الكريم شانتيه يا شباب. معانا جبنه كريمي، ومعانا كمان سكر بودر، وجيلي فراوله، سوري جيلي مانجا ومانجا، وشويه مكسرات. حابب احط مع التشيز كيك شويه مكسرات، ومعانا بسكويت مطحون ناعم. المقادير كلها هيت مخرجنا الجميل الاستاذ شفيق. المقادير بسيطه وسهله. حلو الكلام. الكريم شانتيه حلو قوي. هذا السكر البودر حلو قوي. بنحط على السكر البودر ده بشره ليمون مع البسكويت المطحون. خلي شويه انا عايزهم. حلو قوي كده، كده زي الفل. معانا زبده اهيت، بنسقطها كده على البسكويت بالشكل ده كده، ونعجن العجينه ديت. تاني عملت ايه يا شيف؟ حطيت بسكويت مطحون، وحطيت بشره ليمون وشويه سكر، وبعجن عجينه كده اهي. تشيز كيك ده بناكله في المحلات، سعره غالي جدا، القطعه بتعمل مبلغ وقدره. ما نعرفش ايه المكونات بتاعته، بس بيبقى لطيف وحلو يعني. الحاجه طالما بندفع فيها فلوس بصراحه وبنبقى معزومين عليها بيكون حد محاسب، فالحاجه بتبقى حلوه. فتعالوا خشوا المطبخ، في دلوقتي اجازات المدارس، ولادنا في البيت، الاطفال الحلوين، تعالوا نعمل التشيز كيك المانجا الحلوه بتاعتنا اللي بنتباهى بيها قدام العالم كله، خير ارضنا بصراحه. المانجا المصريه مفيش زيها في اي مكان في الدنيا. ممكن في مانجا بانواع تانية وباشكال تانية، بس مانجا عويسي، مانجا بتاعتنا الجميله الحلوه دي كده ما نلاقيش زيها. ممكن نكونوا جايبين البذور بتاعتها من اي دوله ان كانت، ولكن اتزرعت فين وطلعت فين هو ده الكلام. شايفين البسكويت؟ بسكويت سمنه زي الفل. هناخد البسكويت ده يا عم الشيف بشياكه واناقه، نعمل ايه؟ نبدا نحطه في قالب اللي تشيز كيك ده كده. بالشكل ده كده. دي خطوات العمل. طبعا محتاج اطلع فاصل صغير كده ونرجع مع بعض، اكون انا خدت التشيز كيك، خدت البسكويت ده كده بالجناب اهو. كاني بعمل عجينه الطرد. واسيب مكان طبعا عشان ننزل بالمانجا وبالكريم شانتيه وبالكريمه تشيز، ودي موجوده في اي سوبر ماركت بالشكل ده كده، ولازم يتحط في الثلاجه. نقفل مع بعض التشيز كيك، هنشتغل في الحلو. سكينه فيها توم تبعد، جلافز مكانه اكل يبعد، بلانشه مكانها بصل وتوم يبعد. نوسع للمطبخ، لان دايما لما بنعمل الحلويات بتاعتنا نحط في الاعتبار ان فيها طبعا في توم وفي بصل، فده طبعا ممكن يكرف معانا. بنجيب بوله زي دي كده، اللهم صل على النبي. اول حاجه عندي، نعم والله سؤال وجيه، ايه الفرق بين التشيز كيك بارد والتشيز كيك سخن؟ وده مهم جدا. التشيز الكيك البارد كلنا عارفين ان هو بياخد جيلي فراوله او جيلي مانجا زي ما انا هستخدمه دلوقتي، وبياخد طبعا كريم شانتيه اللي هو معايا ده كده اهو. حلو الكلام. اما التشيز كيك بقى السخن اللي بيخش النار طبعا، ده بياخد بيض في الخلطه بتاعته، وممكن نعمله بالفراوله، ممكن نعمله بالشوكولاته زي ما احنا حابين. ده كريم شانتيه اهوت، بننزل عليه بشويه جيلي مانجا، بننزل بشويه فانيليا، شويه مكسرات في الحشوه، انا بحب الجو ده كده. بننزل بالجبنه بتاعتي، جبنه كريمي موجوده في اي سوبر ماركت، منها الاشكال والالوان اهو، الطعم كتير اهوت بالشكل ده كده اهو. ونقلب الخليط ده كله يا عم الشيف. طبعا المعلقه اللي معايا دي بتشوفوها بس لما اجي اشتغل في الحلو. الله. حلو قوي ده. دلوقتي هيخش الثلاجه، او ان احنا بنخليه بنقدمه لحضراتكم، وبعد كده بندخله الثلاجه زي ما احنا عايزين. فين المانجا؟ المخرج بيسال فين المانجا. اصبر على رزقك. ناخد كده زي ما هو، ونبدا نوزع الخليط ده كده في قلب القالب واحنا مع بعض كده، عشان لو وقتنا خلص تبقى الدنيا ماشيه مع بعض. عينيا.
زي الفل. تمام. باخد الخليط ده كده. عايزك تعملي النهارده كده حاجه كده مثلجه وحاجه بديل للايس كريم لطيفه وحلوه هتعجب ولادك ان شاء الله. نبدا. ايوه. سمك الدنيس ازاي تعمل؟ بمناسبه سمك الدنيس احنا نعمل مع بعض ان شاء الله بكره الدنيس، نعمله زيت وليمون. افضل حاجه لسمكه الدنيس زيت وليمون ومقلي، تشويها رده مش حلوه بتهينيها كده. ده بالنسبه لسمكه الدنيس عشان هي غاليه شويه وعزيزه شويه. هناخد الايه كده، ما يعني اعملها مشوي زيت وليمون في الفرن. ده مانجا اهيت، حتى معاها نعناع اخضر بسقطها كده في قلب الخليط. على فكره المانجا انتهز الفرصه، هي موجوده دلوقتي بطعمها الحلو. ده عود نعناع، انا حابه يكون جوه كده ايه زي الفل. ونبدا ان احنا نعمل الايس كريم مانجا، ونعمل كمان التشيز كيك بالشكل ده كده. حاجات سهله، حاجات بيتي حلوه، حلويات بيتي، عارفين ايه المكون بتاعنا، فيها سكر ما فيهاش سكر، فيها فانيليا ما فيهاش فانيليا، وهكذا. اهو عينيا حاضر. اسويه بالشكل ده كده. ده مهم جدا على فكره بالشكل ده كده. المانجا جواه. ونحط مانجا على الوش. بس المانجا لو انا حطيتها على الوش نعمل بقى زي المحلات الكبيره بشكلها كده، ممكن الهواء التلاجة، ممكن الهواء بتاع البيت، مفيش مشكلة، لونه هيتغير. بيعملوا بقى الجماعة اللي هم الحلوانية، بيحطوا مادة الجيلاتين على الفاكهة تقوم تحافظ على الشكل وقت كبير قوي، زي اللي أنا هعمله دلوقتي كده أهو. ده المانجا حلو، أحط عليها شوية جيلي مانجا بالمعلقة كده أو بإيديا كده، وأقلبهم كويس، وأبدأ أساوي الخليط ده كده على وش المانجا. اللهم صل على النبي. الجو ده حلو. دي لونها مش هيتغير ابدا على فكره، تبات في التلاجه، تبات بره التلاجه زي ما احنا عايزين. نعم. طيب حاضر عينيا، خلاص خلصت. اول ما يقولوا لي خلصنا اعمل لهم بقى تشيز كيك بالمانجا، اعمل لهم ايس كريم بالمانجا، مكرونه، احنا ما بنهزرش. الله، المانجا بتاعتنا طعمها في الايس كريم نلاقيها، في العصير نلاقيها، ناكلها بالليل كده واحنا بنتابع القناه الاولى نلاقيها، مع التشيز كيك زي اللي عمله الشيف المغازي كده نلاقيها.